صباح النور عليكم، صباح الورد، صباح الجمال. اليوم صباح زوين، صباح عليكم على الورد. اليوم ان شاء الله وجهه ديالنا جديده، ما عرف باقي لحد الان ما عرفناهاش، ولكن فيتنام هادي تم غادي تلقى بزاف د الحوايج. الطريقه باش يطيبوا الدجاج، شي راه تيبقى براسه ماشي ذبحوش، يعني الدجاج غير مقشور. هادشي علاش بنادم اللي عنده فكره يقول لك حكا راه نمشي ناكل هاد الدجاج راه حلال، هذا حيد من دماغه. بغيتي تهرب من هاد المشاكل كل الحوش وهمي راسك كما دايرين حنا. الحاجة الوحيدة اللي ناكلو هاد الدجاج هي في الجامع، حيت متأكدين منه جايبين حالة. نوريكم الأزقة ديالهم الخوت. الخوت عندهم واحد المدارس النواعرين الصراحة، ودايرين لهم لبسة موحدة بحال هاد. عرفتي تيبان لك التنظيم فيهم زوين الصراحة. تنتمنى يكون في المغرب هاد اللبسة موحدة، راه تلعبها مع الفقير متيبقاش واحد عايق على واحد في اللباس ديالو في المدارس. لبسة تطبق على كلشي، ونتمنى هادشي نشوفو من هنا لقدام. ما كاين لا فقير لا غني، لبسة وحدة. بنايات هنا عندهم غريبة، وأكل غريب، وناسهم غريبين، كلشي غريب. اولا ربما احنا اللي غريب، انا اللي غريب، هادشي علاش يبان لي كلشي غريب. الشارع اخوش يبان لكم مرسوم في كاع التراث ديال فيتنام. هاد الجسر كان معروف لنا، ولكن واقع على نهار على ما قريت. دابا الناس طاج الصعيب عندك هو انك تقطع الشانطي وسط المار. نحاولوا ندخلوا وسط احياء شعبيه الخوت، نشارك معكم الاجواء. انا راب وحدي الخوت، ما كاين معايا حد، يعني هنا ما كاينش خطر. ندوزوا على داك السيكتور، من احسن بالي فيه ما يتشاف لنا بنتي قضيه طافي. هاد مونيكاس عندهم فين ما مشيتش. بعد مرة تندوز من حداهم والله تنسحب راسي حدا مانكا تتحرك تتخلعني. واش نقول هذه ديال بصح هذه. حنا خوش ندخلوا بحال تقول وسط المدينة القديمة ديالهم. البنيك باش يبين ليكم فين داخل. عرفتي باش تكون انت هو الاجنبي الوحيد اللي داخل شي سيكتور تتلقى العينين كاملين عليك. ما يبانش ليكم انه شي اجنبي كاع نهائيا، من غير يعني طبيعة الحال مغربي اشدي. الصراحة واخا هادشي عندهم قديم، ولكن عنده واحد النكهة، والله إلا عنده واحد النكهة زوينة. جلسة بحال هادي الساعة تريح. قلت لهم انا الفيكتيم الوحيد اللي دخل في هاد الزنقه، هادشي علاش ضاروا بها. ولكن ما توقفش، ما ضحك الابتسم ليه قول لي شكرا وكمل طريقه. ما واحد الاجانب تما فين غاديين، اياكلوكم. طريقه كلشي طيبو. البساطة تتكون فيها واحد النكهة، والله تتكون فيها واحد النكهة. عشان ندخل واحد الشارع صغير، حنا غاديين حتى الاخر نبدا نقلبوا في الماس كيفاش نرجعوا للجامع. واش الشطة ديرها شي ديال المغارب. ندخلوا هنا من بلاصة الصنادلة، شي بيع الصنادلة.
ما ضرب عوما ولا كراج علال، كراج علال ديالها. دابا راه ما بقيتش في بلايص سياحية ولا شي بلاصة شعبية ديال السكن ديالها. التماثيل عندهم واعرين، هادو راه تيصايبو بواحد الحجر في الليل راه تيبان بحال شاعل بالضو، عرفتي داك اللي تيكون عندنا في السبيح تيبان لك في الليل مضوي، راه باه داك الحجر باش مصايبين هداك الشي. هاهو كراج علال ديالهم، تيربيو الكلاب بزاف و تياكلو الكلاب بزاف. واش تيربيو حتى شي سمان هاد باش تياكلو؟ ما فهمتش، ماشي كلشي عاوتاني تياكلو الكلاب، راه واحد الطبقة فيهم. هادوك تيقول لك خاصهم ياكلوا اي حاجة تتمشى على رجليها. اي حاجة فوق الارض تيقول لك تاكلها ما تعيفهاش. الله الا خرج كراج علال ديالنا اجي شنا طرازة راه خوت. نرجعو جيت الجامع قبل ما يسدنا المغرب. أما الجمال الخوش عندهم ديال البيجامات والحوايج، ملابس ماذا ديال الملابس الداخلية ديال النساء $100 خوش. داكشي ديال البحر باقي حي. تاكل داكشي بيو انا صوت لي شفنا في المتحف. هادو صغار الاخرين كبار سبحان الله، دايرين بحال شي طبصيل بروفات. هذا هو شنو كبير شوار عندنا في الفراخ، جميع انواع الفراخ. ها هو با موسى شد القديد. تصايب القديد هذا ما الا الزنقه خرجت فيها شي واعره برا. تعجبني انا بحال هاد التخت ديال البلاد، ملي تدخل ليه تتبان لك نكهه اخرى. هي اش تعجبني انا عيش نقلب عليها. الناس اللي عندهم مشكل مع الكاميرا والله الا خرج برا البلاد مع ما كاين اللي تيفهمك، واصلا ما كاينش بلاد اللي تتمزك لك. انا غادي ماشي شي يشوفك ولا شي يقول لك علاش تفيلمي لا والو، تتاخذ راحتك صافي تطلق على الكاميرا. انا مستحيل ندير، انا شخصيا ندير هاد الزر كاميرا في المغرب، هادي راه مستحيل بسبب المستحيل. العيالات عندهم اصلا تلقاهم محاربين. شوف غتهز دابا هادي كاملة بوحدها وتم غادا. حاولوا ندورو من هنا نشوفو شنو كاين بعدا تما، نخرجو الشارع نعاودو ندخلو الوسط. اما تنساوش اخوت لايكات ديالكم بارطاج لي كومونتير باش يشجعنا نكملو ان شاء الله بقوة. الفكرة ديالي كيوتيوبر اللي باغي نطبق، ما كاينش يوتيوبر مغربي 100% دارها اولا حتى عربي كاع يوتيوبر عربي دارها. يعني غيكون النص ديال المدخول ديال اليوتيوب عباره عن تبرعات
صدقه جاريه بالاسم ديالكم او لا غتكون جيف واي ليكم كل شهر. اقسم لكم بالله لا هذا الشيء اللي ناوي ان شاء الله ندير، ولكن خاصني حتى نوصل لهذ المرحله انني نبدا نتخلص. حد انا باقي انا اللي نخرج من جيبي. دخلوا القيصرية. ماشي هاد اللعيبة تتعصر. اللي خاصهم الحماص واللعيبات. واحد الدري مغربي تلاقيت معاه في الجامع شرى اللوبيا جرب انه يطيبها قال لك 7 سوايع واش شعل عليها العافية وما بغاش طيب لي. ما فهمتش واش اللوبيا ديالهم كان زات على الدرجة ولا شنو. وقال لك كان مرقدها اصلا بحال الدروق لي هذا. ودابا الخوت جينا مسجد النور باش ندوزو المغرب هنا نصلاو اللعيبات، وكذلك كاين مائدة الرحمن تطلب في الساعة ان شاء الله نكملو معكم الوجهة. هاد واحد الجروب ديال السياح الفرنسيين هاز الراية تابعينو. علاش يبقى هاز الراية؟ باش الا دخلوا وسط شي زحام يبقى يشوفوا الراية فين هي ديالهم باش يتبعوا القيد ديالهم. دابا راه في نفس الوقت راه شي يهضر بالميكرو هما شي تيسمعوا شي فهموا. الصراحة هادشي طوب. باقي الصف طويل تلفوق. نشارك معكم مائدة الرحمن ديال اليوم. هاد الملكات عازينهم كامل مجموعين. الطريقة كيفاش يجمعهم كل واحد ميكتب باش ما يبداش هاديك التخاطيف ديال والو ولا شي حاجة غلط. تبقى ميكتب فيها الخبز اللعيبات. لي صالات شحال ماشي يديروهم. المهم ميكا تبقى مجموع فيها كلشي. دايرين اليوم حتى التروي و صالات. المهم حتى اليوم داكشي كاين زوين. ميكا كبيرة بان فيها. خوت شو هاد الهواية كي دايرة؟ تتغني الراسة. هازة باب في ظهرها ميكرو قدامها وميطير صغير هو تتغني صوصة واعرة. خوت هنا نكون وصلنا اخر فلوق الى الفلوق القادم ان شاء الله. قبل ما نسالي الفلوق ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ما تنساش لايك اشتراك وبارطاج باش ديما نوصلو في الجاي. يلا ان شاء الله. I know you want me, but I'm not gonna change it.